نتعرف بيك. كريم شاه. قول لي يا كريم، النهارده انت شاركت في الانتخابات؟ شاركت مع عدد كبير من الشباب، شاركوا وانتخابات فيها اقبال كبير على الرئيس السادة بتاع السيسي، وحاجه يعني مشرفه يعني بصراحه. طب ايه رايك، يعني الناس بتقول ان هو كل اللي موجودين كبار السن، بس يعني هل انت رصدت شباب موجودين؟ لا، في شباب كتير وكبار السن، وفي عدد كبير من البنات كمان بيشاركوا، مش شباب بس، بنات وشباب وكبار سن، كل الاعمار يعني. شكرا يا كريم. عفوا.